السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم قناة بروفسوت. فيديو جديد وتقنية إن شاء الله النهاردة فيديو جديد تكملة لدورة الـ Image Processing في سي شارب باستعمال إيجو سي في. إن شاء الله النهاردة هنشرح الفوريير ترانسفورم. الفوريير ترانسفورم هي عبارة عن معادلة أو أداة تعتبر أداة يعني بتحول الإيمج بتاعتي من السبيشال دومين للفريكونسي دومين. السبيشال دومين اللي هو الكوردينيت العادي اللي هو الاكس والواي. الفريكوينس دومين ده بيبقى دومين تاني او حاجه عامله زي سبيس تاني ممكن الايمج تتبريزنت عليه اللي يفرق عن الفريكوينس دومين عن السبيشال دومين. الفريكوينس دومين ممكن في عمليات صعب تعملها على السبيشال دومين بس تسهل انها تتعمل على الفريكوينس دومين. زي مثلا عمليات الديبلور اللي هي الديبلورنج بتاع الايمج او الايمج بتاعتك لو الصوره بتاعتك عم تعمل لها بلورنج انت من خلال فريكوينس دومين ممكن تعكس البلورنج ده بحيث ان انت يعني تجيب الصوره ما بتكونش 100% من الصوره بس بتجيب لا الصوره بنقاء احسن يعني. من ده من بيتم بالفريكوينس دومين والفورير ترانسفورم. ده بيبقى شكل ده الانبوت ايمج بتاعتنا ده موقع الاوبن سي في. ممكن انت بقى تقرا عن الفورير ترانسفورم ده اكتر. هي تبقى معادله كده معادله كبيره كده اللي لو نزلنا تحت هنلاقيها مش عارف هي موجوده هنا ولا لا مش موجوده هنا. طب اوكي ماشي انت هتلاقيها على النت يعني. ده بيبقى شكل الايمج بتاعتنا في الفريكوينس دومين. ده الانبوت ايمج وده الفريكوينس دومين بتاع الايمج. طبعا ده كل بقى ده ايه شرح. بيقول لك هنا ان انت ممكن تقدر تعمل عمليات على الفريكوينس دومين نفسه وترجع يعني تحول الانبوت ايمج للفريكوينس دومين وتعمل عمليات على الفريكوينس دومين بعد كده ترجع الايمج تاني من الفريكوينس دومين للسبيشال دومين. يعني انت ينفع تحول من سبيشال لفريكوينسي ومن فريكوينسي للسبيشال. طبعا هو جايب لك هنا مثال ان هو حول هنا الصوره للفريكوينس دومين بعد كده عمل عمليه البلورنج على الفريكوينس بعد كده رجعها للسبيشال فكانك انت بتعمل سبيشال برضو بتعمل بلورنج للسبيشال عادي. هنشوف ده ان شاء الله في الفيديوهات الجايه بس هنتعلم بس النهارده ان احنا نعرض الشكل ده بتاع الصوره. هسيب لك برضو اللينك بتاع الفورير ترانسفورم ده تحت في الديسكريبشن عشان تبص عليه. برضو يا ريت تقرا عن الفورير ترانسفورم اكتر عن في الانترنت. هي الفورير ترانسفورم اساسا مش معموله للايمج بروسينج بس هي اصلا معموله لعلم الموجات اللي هي الموجات الصوتيه وكده. في بتستخدم الفورير ترانسفورم انها تقسم الموجات. مش هنخش في تفاصيل كتير خلينا نروح للكود بتاعنا. عندنا احنا بنرى الايمج اللي احنا اتعلمناها الفيديوهات العاديه. بنرى الايمج على هيئه جراي اللي هو تشانل واحده بس اللي هو مصفوفه واحده بس. ده لو انت عايز تعملها للفورير ترانسفورم للار جي بي هتحول بقى تعمل سبليت او تاخد الصوره بتاعتك تقسمها لثلاث شانلات وكل شانل تعمل له فورير ترانسفورم. هنا بنحول الايمج بتاعتنا ل بايت مخزنها في ايمج اندرسكور دبل. بنحولها لدبل لان الفورير ترانسفورم فريكوينس دومين بياخد ارقام عشريه وارقام كبيره كبيرة قوي فاحنا بنحولها لدبل عشان نخزن فيه الارقام دي. الفورير ترانسفورم بيتكون من او البكسل لما بتيجي او الكوردينيت بتاع البكسل لما بيجي تحوله للفريكوينس دومين بيتكون من قيمتين قيمه حقيقيه وقيمه تخيليه. الاعداد التخيليه والاعداد الحقيقيه دي لو انت درست جبر او يعني في المرحله مثلا الاعداديه او الثانويه وكده فانت اكيد مريت عن الاعداد الحقيقيه والاعداد التخيليه. فانت عشان تحط الاثنين دول الاعداد التخيليه والاعداد الحقيقيه بيتريبزنتوا في او بيتعملوا في الفورير ترانسفورم تشانل الاعداد الحقيقيه وتشانل للاعداد التخيليه. فاحنا فاحنا في الاول خالص احنا بندخل هي بتبقى ميثود واحده بس اللي هي سي في انبوك دوت دي اف دي ده معناها ديكريت فورير ترانسفورم. بندخل الميثود دي اثنين مصفوفه بعدين بعد اللي هو الصورة وبعد ده فاضي عشان بس نقول للدالة دي طلع لنا مصفوفة واحدة بس طلع لنا مصفوفتين قصدي واحدة للعدد الخيالي واحدة للعدد الحقيقي. ممكن انت تديها مصفوفة واحدة بس اللي هي الايمج بس مش هتنفعك في اللهم صل على النبي في العمليات. احنا
اكتر العمليات بنحتاج ان احنا نديها اتنين عشان تطلع لنا اتنين. لو انت اديتها الايمج بس هتطلع لك مسافه واحده بس، لا احنا بنديها مسافتين من خلال الفيكتور اوف مات بلانز بتساوي نيو فيكتور اوف مات. ده حاجه زي مصفوفه كده بس مصفوفه خاصه بالامجو سي بي، مصفوفه من الكيان اللي اسمه مات. مات دي اختصار لماتريكس اللي هو الكلاس ده اللي هو المات. ده نسخه تانية ان انت ممكن تقدر تبريزنت بيها الماتريكس. احنا شفنا ازاي نبريزنت الماتريكس عندها في الفيديوهات اللي قبل كده، اللي احنا قلنا ماتريكس وبنديها النوع وبنديها البتاع اللي هو كلاس اسمه الماتريكس، لكن هنا ده الميت. المات زي الماتريكس بس المات بيمتاز عن الماتريكس ان هو ممكن انت ما تديلوش ابعاد. يعني احنا بنقول هنا مات كومبلكس تساوي نيو مات في المثال ده كده، مش مديله ابعاد وقبل او قبل عادي مش مشكله يعني، لكن بعكس الماتريكس لا احنا لازم نديها ابعاد واحنا بنيجي نعمل انشلايز للانستانس منها. بس المات ما ينفعش انت تعدل فيها، لازم تحولها الماتريكس لكام ماتريكس بعد كده نعدل فيها. هنشوف ده كله دلوقتي مع بعض. فاحنا هنا بنعمل ايه؟ بنعمل هنا فيكتور اوف مات بلانز، بعد كده بنقول بلانز دوت بوش ايمج دوت ايمج دبل دوت كلود، بياخد نسخه من الايمج بتاعتنا دوت مات. دوت مات دي بترجع لنا الداتا بتاعت الايمج بتاعتنا، طبعا بنخليها كلون عشان ما يعدلش في الايمج بتاعتنا الاصليه. بنقول هنا بلانز دوت بوش، بنحط بقى اللي هو الماتريكس الفاضيه بتاعتنا. نيو بنقول هنا نيو مات ايمج دبل دوت روز ايمج دبل دوت كولمز، دي اللي هي الاول بارامترين اللي هو بيمثلوا السايز. تالت بارامتر بيمثل الديبس تايب او نوع المصفوفه بتاعتك هتبقى ايه، هتبقى دبل هتبقى وايت او كده. فبياخد كان انيوم انستانس من انيوم ديبس تايب دوت سي في 64 اف. 64 اف دي اللي هي 64 فلوت اللي هي الدبل يعني. في طبعا في تايبات كتير لو انت عايز تحولها مثلا فلوت، انا بفضل اخليها دبل يعني عشان ما نقعدش نعمل نورماليز الصوره وكده. هنقول هنا ايه اخر بارامتر اللي هو الايمج دبل دوت نمبر اوف تشانلز. احنا بنقول له هنا ايه، حط نمبر اوف تشانلز اللي هو عدد التشانلز اللي في الصوره هنا الايمج دبل. هي بتبقى واحد يعني، انت ممكن هنا تشيلها تخليها واحد على طول فمش مشكله يعني عادي، بس انا حبيت ان اوريك يعني ان في ممكن اوريك الخاصيه دي اللي هي النمبر اوف تشانلز. طبعا هي لو بي جي ار هيرجع لها ثلاثه، لو هي جري هتطلع لنا واحد وهكذا. بنقول بننزل تحت هنا بيقول بنقول بنعمل هنا ماتريكس دي، هنجمع بقى اللي هما الاثنين ماتريكس دول اللي هو اللي في البلانز هنحطهم في الكومبلكس. هنقول هنا مات كومبلكس بتساوي نيو مات. بعد كده بنقول سي في ام دوت ميرج. ميرج دي بيجيب لي المصفوفات اللي في البلانز وبيحطها كلهم في مات واحده في ماتريكس واحده. فده بدل ما تكون كل مصفوفه لوحدها لا بيجمعهم هما الاثنين في مصفوفه ثنائيه الابعاد. انا هنا بدي له هنا البلانز، بعد كده تاني بارامتر اللي هو الديستنيشن بتاع الماتريكس. ديستنيشن ماتريكس بتبقى كومبلكس. بعد كده ننزل تحت بنقول هنا ايه مات دي اف تي تي، ده اللي هو الماتريكس اللي هتطلع فيها الناتج من الفوريير ترانسفورم. هي دي الماتريكس اللي هنستقبل فيها الفريكوانس دومين دي. لكن بنقول سي بي انفوك دوت تي اف تي كومبلكس اللي هو الكيان اللي احنا حطيناه هنا ده. بعد كده بنقول له دي اف تي تي اللي هو اللي هو الكيان اللي هو ده الماتريكس دي. بعد كده دي اكس تايب دوت فورورد. عندك هنا في فورورد في انفرس في انفسكيل. الفورورد دي اللي احنا هنحول السبيشال دومين للفريكوينس دومين. في اللي هو الانفرس ده اللي بيحول الفريكوينس دومين للسبيشال دومين، هنشوف المره الجايه ان شاء الله. هنشوف بس النهارده بس احنا بنطلع الشكل بس. بعد كده ايه بنعمل هنا ايه خلاص، احنا زي ما قلت لك احنا ما نقدرش نعدل في الكائن مات، لازم نحوله الماتريكس. طبعا نتيجه الداله دي الدي اف تي مش هتديني الصوره اللي احنا شفناها من شويه دي، اللي هي الصوره اللي احنا شفناها على الموقع دي اللي هي النقطه البيضاء اللي في النص حواليها نقط بيضاء كتير، مش هتديني الصوره دي على طول. لازم بتبقى قيم عاليه قوي، فاحنا بنقللها على قد ما نقدر عشان نقدر نشوفها عشان البرنامج بتاعنا يقدر يعرضها. فانا بنقول هنا ايه ماتريكس دبل دي اف تي بتساوي نيو ماتريكس دبل دي اف تي تي دوت روز كولمز والنمبر اوف تشانلز. بعد كده بنقول دي اف تي تي اللي هو الماتريكس دي بنعمل لها كوبي تو للماتريكس اللي هي المات بنحولها لماتريكس. ندير هنا دي اف تي بتاعت الماتريكس دي. بعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل دي اف تي دوت سبلت. دي اف تي دوت سبلت دي داله بتقسم
بتقسم لي كل شانل لوحدها، كل شانل في مصفوفة، بدل ما تكون مصفوفة واحدة بأبعاد، لا كل مصفوفة بتبقى هي ما ليها علاقة بنفسها، هي ملهاش أي علاقة بالمصفوفات التانية. فأنا بقول هنا إيه، بناخدهم في array of matrix اسمها mat. بعد كده بيقول image result بتساوي new image gray double image double dot size، عشان دي اللي هي الريزولت، دي اللي احنا هنطلع فيها او اللي هنعمل عليها. لازم نعمل شويه عمليات كده على المتر اللي هما الاثنين ماتريكس اللي طلعوا من الدي اف تي دول، اللي هي بتمثل الاعداد الحقيقيه والاعداد التخيليه اللي هي طلعت من سي بي ام بوك دوت دي اف تي دي. بناخد السكوير روت بتاعهم هما الاثنين من خلال الاثنين فور دول من تحت، طول ما المعتاد يعني هنقول اكس بتساوي صفر طول ما الاكس دي اقل من الكولمز، وطول ما الواي دي برضو اقل من الروز وكده، هنزود على اكس واحد والواي واحد. ومن هنا الريز الريز واي اكس بلد بتساوي نيو جراي، عم بنديها قيمه جديده من الجراي، بيقول ماس دوت سكوير روت افتح قوسين، هنقول ماس دوت باور، باور دي اللي هي الباور اللي هي الاس يعني، بنديله الماتس 0 واي واكس اللي هي الاعداد الحقيقيه اس 2 والماتس وبلس زائد يعني ماس دوت باور ماتس 1 واي اكس 2 باور 2 يعني اللي هي السكوير روت بتاع كل قيمه في المصفوفتين دول. بعد كده ننزل تحت هنلاقي هنا الريزلت، هنزود عليها واحد عشان نجيب اللوغاريتم بتاعها، بدون سي في انفوك دوت لوغاريتم الريزلت ونطلعها برده في الريزلت. بعد كده بقى نعمل نورمالايز، احنا بنخلي بالك في الخطوه اللي احنا عملناها دي، الخطوات دي كلها احنا بنقلل القيم شويه عشان نقدر نعرضها، لكن في على العمليات احنا مش هنقلل القيم ولا هنعمل اي حاجه، احنا بس ده بغرض العرض، بس احنا عايزين نعرض الصوره باكبر وضوح اكتر، لكن في العمليات وكده في الانفيرس وكده لا، الفوريير انت ما تغيرش فيها حاجه، الفريكوينس دي لا، انت لو غيرت في حاجه كده لما تيجي تحاول ترجع الصوره تاني الصوره بتاعتك هتبوظ، احنا بس كل ده بغرض العرض بس. الكود ده انا جايبه من موقع الاوبن سي في، يعني انا بحوله بس للسي شارب. نيجي تحت بنقول سي في انبوك دوت نورماليز الريزلت، برده بنطلعها في الريزلت من 0 ل 255 ونورمال تايب دوت ماين ماكس، احنا من كل القيم اللي موجوده في ال اللهم صل على النبي الريزلت اللي هي بالضبط احنا بنتحول بنعملها نورماليز من 0 ل 255 عشان نقدر ان احنا نعرضها، عشان بعد كده ان احنا من خلال الحته دي هنحولها لبايت بعد عشان نقدر نعرضها. فبنقول هنا ايمج، خلينا بس شيل دي كده الاول اقول لك عليها كمان شويه. نقول هنا ايمج جراي بايت فورير بتساوي ريز دوت كونفرت، حول الريزلت دي لجراي بايت من نوع بايت، بعد كده اعرض الايمج بايت واعرض الفورير. تعال كده نمرر بعد ما عمل رن، هو ده شكل الفورير بتاعتنا، ده الايمج بتاعتنا، بعد كده حولها ليه ده الفريكوانس دومين بتاعها. بس زي ما انتم شايفين الفورير بيتحرك من النص، يعني هو مش بيتحرك من النص، هو في الفريكوانس دومين. خد بالك احنا في الصوره اللي احنا شفناها في الاوبن سي في كانت النقط البيضة في النص، لكن خلي بالك النقط هنا ايه، البيضة متوزعه على الجناب فوق وتحت شمال ويمين اللي هي الحته دي. فاحنا هنعمل ايه بقى عشان نعرف نعرضها؟ هنقسم الصوره 4 ارباع ونبدل الاربع دي مع بعض. طب ازاي بنعمل الكلام ده؟ انا عامل فوق ده اللي اسمها الشيفت، ده اللي خالص انا عاملها فوق اهي، هنشوفها دلوقتي ازاي بتشتغل. لو هنتخيل كده ان عندي الايمج دي اللي هي بتاعت الفورير ترانسفورم اهي، انا عايز اجيب مثلا لو احنا مثلا هنقسمها 4 ارباع كده، ده الجزء الاول وده الجزء الثاني وده الجزء الثالث وده الجزء الرابع. فانا عايز اجيب ايه الجزء الثاني مكان الثالث ها، وعايز اجيب الجزء الاول مكان الرابع. فانا بعمل ايه، الداله بتاعتي بتعمل ايه، انا بعمل ربع كده بره خالص بنفس حجم الربع اللي هو ربع الايمج اللي هو ربع الكولمز وربع الروز، ده اسمه التيم، ده اللي هو اللي انا
هنسخ فيه كل اربع وهنقل الرابع التاني في مكان ده وارجع للرابع التاني. ازاي بعمل كده؟ يعني مثلا انا عايز احول، عايز اجيب الاول مكان الرابع والرابع مكان الاول، فانا بحط الربع الاول في التمب هنا، وبحط بعد كده اروح حاطط الربع الرابع ده في الاول، بعد كده برجع الربع الاول في الرابع. معلش ممكن تبان انها ملخبطه شويه، بس انا اسف انا مش عارف اشرح كويس. بنجيب الاول في التيم، بعد كده نحط الرابع في الاول، بعد كده بنروح مرجعين الاول في الرابع، بنجيب مكان الاول مكان الرابع يعني. وكذلك برضو مع الاثنين والتلاتة، احنا بنحط الاثنين هنا، مش عارف بس الماوس، نحط هنا الاثنين في التيم. خلي بالك احنا بناخد نسخة من الاثنين، بعد كده نروح عاملين ايه، نروح جايبين التلاتة مكان الاتنين، بنحطها مكان الاتنين، بنروح بعد كده مرجعين اللي في التيمب اللي هو الاتنين، بنحطينه مكان التلاتة، وبنعمل عادي على الواحد والاربعة والاتنين والتلاتة اهو. بناخد هنا، هو بياخد هنا البارامتر الريزولت ده نوع دبل، بعد كده بناخد نسخة من الايمج اللي دخلنا دي اللي هو في الفريكوينس دومين في الكوبي. بعد كده بقى ايه الكوبي دي، بنقشر على المات اللي فيها او بنقشر على الداتا اللي فيها اللي في الكوبي. زي ما انا قلت لك الكوبي جواها خاصيه اسمها المات، دي اللي هي الماتريكس، بترجع لي ماتريكس اللي فيها الداتا، فبخزنها في متغير اسمه ام. بعد كده اروح مقشر على الداتا اللي جوه المتغير ده، بقول هنا التيم بتساوي هنا الام دوت روز على الاثنين، والام دوت كولمز على الاثنين، والام دوت ديبس، والام دوت نمبر اوف تشانلز. باخد عشان كده بالتم ده هو ده اللي احنا هنعمله عشان ده ربع الصوره. بعد كده كل ربع بقى باشر عليه اللي هو الكيو 1 ده الربع الاول، باشر على الام، بقول هنا نيو مات ام، تاني بارامتر اللي هو السايز او حجم الداتا اللي انا هاشر عليها، بقول هنا نيو ريكتانجل 00 اللي هو انا هاشر على الربع الاول، ام دوت كولز على الاثنين، وام دوت روز على الاثنين. وكذلك الحال مع الثلاث ارباع التانيين، ادي الاول والثاني والثالث والرابع. بعد كده بروح ايه عامل ايه، بقول الكيو 1 انا هعمل هنقل الاول مكان الرابع والرابع مكان الاول، فانا بقول كيو 1 دوت كوبي 2 التيم، بعد كده الكيو 4 هعمل له دوت كوبي 2 الكيو 1، بعد كده التيم بروح مرجع لي الكيو 1، الكيو 1 انا حطيتها في التيم، بعد كده رقلت الكيو 4 للكيو 1، بعد كده رجعت الكيو 1 اللي موجود في التمب للكيو 4. وكذلك الحال مع الاثنين والثلاثه اللي هو الكيو 2 والكيو 3. اجي اروح مرجع الكوبي عادي اللي هي الايمج اللي انا عدلت فيها. خلي بالك كل ده انا بعدل في الايه في الكوبي هنا، يعني واخد الداتا دي انا باشر على الداتا بس مش باخد منها نسخه. النسخه لازم اعمل دوت كلون بعد كده او دوت كوبي على حسب انت عايز تستخدم الداله دي ايه. هنشوف برضو الدوال دي في ان شاء الله في الار او اي اللي هو الفرق ما بين الكلون والكوبي في لما نيجي نشرح ار او اي اللي هي الاداه الار او الار او اي. فبس انا عدلت في الايمج بتاعتي. لما بتعدل في الداتا كانك بتعدل في الايمج، انا بعدل في المات دي كان انا بعدل في الايمج بالظبط، فبرجع الكوبي دي. فننزل تحت هنا قبل ما احنا نحول الايمج بتاعتنا، فاحنا هنعمل لها شيفت يا مرام. اهو قبل الصوره اهي النقط البيضاء انا جمعتها كلها في النص، وادي الفريكوينس دومين بتاع الايمج. ده كان اول جزء من الفورير ترانسفورم، ونشوفكم ان شاء الله في الجزء الثاني من الفورير ترانسفورم.